أسعد الله ظهيرتكم جميعا، يا من يصلكم صوتي في كل مكان. اليوم إن شاء الله راح أكلمكم عن طريقة مفيدة جدا بالنسبة لمستخدمي الآيفون وربما الآيباد، طريقة قد يعرفها البعض منكم وقد لا يعرفها البعض. لتعم المنفعة حبيت اليوم أكلمكم عن هذه الطريقة، وهي طريقة عمل اختصارات لعبارات دائما ما احنا نكررها، مثل اسم مستخدم، مثل بريد إلكتروني، رقم معين، أي عبارة احنا حابين، مثل السلام عليكم، صباح الخير، أي عبارة احنا دائما نشوف ان دائما نستخدمها ونبغى نكتبها بشكل سريع، مثل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيضا نبغى نكتبها بشكل سريع وأحيانا يعني نستثقلها. فهناك طريقة نعمل لها اختصار، فمباشرة بعد ما نضغط اللي هو الحرفين أو الثلاثة اللي بنعملهم في الاختصار، نسوي مسافة راح تنكتب العبارة اللي احنا حابين نكتبها بشكل سريع. خلونا نشوف مع بعض. نروح مع بعض إلى الإعدادات، ومن ثم نذهب إلى عام. احنا نرجع لكم انا كنت داخل بس حاب لاحظوا انا حبيت ارجع من البدايه حتى تكونوا معي من بدايه الطريق اللي نفعل من خلالها الاختصار. مره الاعدادات عام، ومن ثم نختار لوحات المفاتيح. استبدال النص، ومن ثم نضغط الى او نضغط ايقونة الاضافة ونكتب هنا العبارة اللي احنا حابين نعملها اختصار. على سبيل المثال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نكتبها كاملة، ومن ثم ننتقل الى الحقل التالي اللي هو الاختصار. ومن هنا نعمل مثلا، لو كنت حاب اختصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سين عين، ومن ثم اعمل حفظ، وراح تنحفظ العبارة. بعد ذلك اروح اي مربع تحت انا حاب اكتب فيه العبارة، اكتب سين عين مسافة، مباشرة راح تنكتب العبارة. أتمنى أن إن شاء الله هذا أو هذه المذكرة أفادتكم، أو هذا الشرح الصوتي قد أفادكم، وإلى لقاء قريب في مذكرات صوتية قادمة. دمتم بود.